My name is Zainab Abaybu. أنا استاذة إنجليش بهيا بنا. أنا بتشكر كتير فرجت أول شيء هيا بنا والأستاذ لقمان سليم على هالمجهود اللي عم يعمل والأكيب اللي معه اللي عم يشتغل من كل قلبه. حقيقة قد ما بقدر بدي قديش أنا خبرتي بالحياة بالتعليم علمت كتير مؤسسات وعلمت بالكلية الحربية، لكن المجال اللي فتحوا لنا إياه يا بنا بالنسبة للتريننج اللي عم يعملوا كان كتير كتير يعني متطور وكل شيء up to date. أنا بتشكرهم وأنا كتير عم بستفيد فوق الخبرة الخبرة اللي أخذتها لكل شيء كل شيء جديد. الكتاب اللي هلا اليوم نحن عملنا تريننج عليه صرنا 4 أيام بفرعية عم نعمل تريننج مع مساعدة السفارة الأمريكية ومساعدة الأستاذ لقمان سليم وجميع الأعضاء. الكتاب هو عبارة عن كولكشن، هو مجموعة أشياء بتعلم الست كيف تدخل تفتح باب الإنجليش لحياة جديدة. بدي أرجع أشكرهم كلهم على هالمجهود هذا اللي عم يعطوني إياه وعلى هالفرصة الحلوة اللي عطوني إياها.